اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في قناه سري فريندز. النهارده نصور فقره الضحك، هنقول لكم 4 نقط يا رب تعيدوا. مره عفريت طلع له واحد غبي بيقول له اطلب امنيه، قال له والله ما معايا رقم. مره ظابط طلع له واحد محشش بيقول له انت ساكن فين؟ قال له مع اخويا. قال له طب اخوك ساكن فين؟ قال له معايا. فالظابط اتعصب قال له طب انت اخوك ساكنين فين؟ قال له مع بعض. مرة ولد بيقول لأمه ماما أنا عايزك تيجي معايا المدرسة بكرة، قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها علشان المستر اللي مش هيعمل الواجب هضرب أمه بالجزمة. مرة واحد طويل راح السينما، فواحد ورا بيقول له كابتن بعد إذنك ممكن توطي شوية؟ قال له أنا آسف والله مش معايا رموز. وصلنا لآخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد، ومع السلامة.